بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك أسماء تسمى بالأسماء المزدوجة تدل على الكمال أو على الجلال أو على الجمال. في أسماء الله الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من هذه الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن والرافع والخافض والمعز المذل والنافع الضار. فهذه الأسماء نتلوها سوية، يعني لا نقول إن الله هو الضار، لا نقول إن الله هو الباطن، لا، إنما هو الظاهر الباطن، وهو الأول الآخر، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط وبكل شيء عليم، وهكذا. لأن هذه الأسماء والصفات إنما تصف الله سبحانه وتعالى بالقدرة المطلقة، وتصف الله سبحانه وتعالى بالتمام المطلق، وتصف الله سبحانه وتعالى بالصفات العلى. فلا يصح أن نفرد كلمة توهم عكس ما قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه. ومن ذلك الرافع الخافض، فهو يرفع أقواما ويضع آخرين، يرفع من تواضع له، وفي الحديث من تواضع لله رافع، ويخفض من تكبر. الاستكبار ده وحش قوي، والكبر وحش قوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. حبة الخردل توزن قد ايه؟ 6000 حبة خردل توزن جرام. 6000 حبة خردل توزن جرام، ده يبقى ايه ده؟ اللي هم زي ما بيقولوا عندنا في الصعيد هبابة. هبابة يعني حاجة كده تنفخ فيها تطير. 6000 حبة وكلها جرام، يعني دي حاجة خفيفة قوي. من كان في قلبه مثقال واحد على 6000 من الجرام، شوف الكلام ايه ده. ده يعني الكبر ده وحش قوي. اما التواضع فهو سبب الرفعة، واما الكبر فهو سبب الخفض والعياذ بالله. ليست هناك أمة تسجد لله سبحانه وتعالى في الأرض سوى المسلمين. علم الله التواضع للمسلمين وعدم الكبر ببساطة وبقضية تصل إلى البدو والحضر والريف والجاهل والعالم، وقديما وحديثا في قضية السجود. وانت بتصلي بتسجد، بتسجد لمين؟ لله. في حد يعمل كده؟ في كثير من الناس لما يدخلوا مساجدنا بيسألوا: هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ انتوا بتبحثوا عن حاجة في الارض ولا بتاع ولا كذا؟ لا، ما بتعملوا كده ليه؟ عبادة لله رب العالمين، تواضعا له. هذا الإنسان قد خلقه الله قائما، لا يذل نفسه، ولا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. حتى قالوا له: يا رسول الله، كيف يذل المؤمن نفسه؟ قال: يكلفها من البلاء ما لا يطيق، يعني لا تدخل في أمر لا تستطيع أن تتمه ولا تستطيع أن تقوم به. وحرم السجود لغير الله، ثم أمرك بالسجود فرضا لله. أدي معنى الواحدية. هذا الإنسان الذي قد أقامه الله، أقامه الله بكل المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى خلاك تمشي على رجلين ورأسك فوق مش تحت. ولذلك فأنت عزيز لا تضع جبهتك لأحد من الخلق، ولا التمثال لنبي ولا ولي ولا لشيء مقدس أو غير مقدس، إنما تضع جبهتك
لله رب العالمين وحده لا شريك له. شوف العزة. إذن فهذا يربي فينا العزة وينفي فينا الكبر، لأن الكبر هو بطر الحق، وبذلك يرفعك الله ويرفع من شأنك. وضد ذلك بأن يتكبر الإنسان يضعك الله ويضع من شأنك. فيجب على المؤمن أن يخلص قلبه من الكبر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر زي القتل، السرقة، الاغتصاب، الزنا، والعياذ بالله، كذا كذا إلى آخر هذا الظاهر، والباطن الحقد، الحسد، القسوة، الكبر. وأبو كل هذا الكبر. وربنا سبحانه وتعالى وهو يقص علينا قصة أصل الشر ورمز الشر إبليس، قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. برضو الكبر هو استكبر، يعني طلب كبرا. خلقتني من نار وخلقته من طين، كبر، قياس فاسد. إذن فالله سبحانه وتعالى هو الرافع الخافض، والرافع الخافض سبحانه وتعالى ينبغي أن نذكره بهذه الصفة، بمعنى أن كل شيء بيده سبحانه، فهو المعز المذل، وهو الأول الآخر، وهو الظاهر الباطن، وهو الضر النافع. فنلجأ إليه، نتمتع بصفات جماله، ونتعلق بصفات جلاله، ونؤمن بصفات كماله. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.